هذا سلمك الله عبارة عن بحث علمي يتكلم عن مسألة المتنبئون في الإسلام، يعني مدعي النبوة. مدعو النبوة لا كثرهم الله في الأمة، ما زالوا على مر التاريخ. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور غالب بن علي عواجي وفقه الله له عدد من المصنفات في القضايا العقدية بالذات، كان مما كتبه وقال إني وجدت أن هذه الظاهرة للأسف إلى الآن ما زالت موجودة، أن بعض الناس يظهر حتى في عصر الحاضر ويدعون النبوة، ثم بعد ذلك وجدهم أنهم ليسوا على طبقة واحدة لا في الذكاء ولا في الغباء ولا في غيرها، يعني هم أصلا درجات، وأكثرهم إنما تحتضنهم البيئة الجاهلة الخرافية ونحو من ذلك، هم يظهرون في هذه البيئات. أراد دراسة مثل هذه الظواهر وبيان الأحكام الشرعية المتعلقة بها، وبدأ وألف هذا الكتاب سماه المتنبئون في الإسلام وخطرهم على الفكر والمجتمع. بدأ بتأسيس القضية في الباب الأول، مسألة النبوة وعلامات النبوة وصدق النبي ونحو ذلك، ومسألة مدعي النبوة والخوارق وما يجري وهكذا. بدأ يؤسس التأسيس تأسيسا على اعتقاد أهل السنة، ثم بعد ذلك بدأ يذكر مسألة المتنبئون قسموا إلى طبقات أو أقسام. جعل القسم الأول الذين تنبأوا ادعوا النبوة في عهده صلى الله عليه وسلم في حياته، مثل الأسود العنسي ونحو ذلك ومسيلم الكذاب، ثم الذين ادعوها بعد وفاته صلى الله عليه وسلم في عهد الصحابة، ثم الذين ادعوها في عهد الدولة الأموية، ثم الذين ادعوها في عهد الدولة العباسية، ثم القسم الأخير المدعين للنبوة من بعد الدولة العباسية إلى عصرنا الحاضر. وذكر الله عدد كبير يعني مهول، نسأل الله العافية. طبعا هذول كلهم الدجاج لهؤلاء، نسأل الله العافية. ذكر يأتي بترجمة عنهم، وإذا ألفوا كتب خاصة المتأخرين، مصنفاتهم، بلدانهم، كذا المقاومات اللي حصل ردود العلماء عليهم كدراسة لهم. طبعا في الباب الأخير هذا هو خطرهم على الفكر المجتمع، وجود هؤلاء، كيف الدول قاومتهم، كيف العلماء قاوموهم، وماذا كان خطرهم على كثير من العامة وانحراف ديان الناس ونحو ذلك. الكتاب عنوانه المتنبئون في الإسلام وخطرهم على الفكر والمجتمع، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور غالب بن علي عواجي وفقه الله، ومن إصدارات دار النصيحة في هذا المجلد. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.